من 16 سنة وبعدنا وبعدين نصيحة، كل شيء بتعرفوه تعطوه لغيركم، كل شيء بتتعلموه مظبوط تعطوه لغيركم، هيك بتسقفوا الناس انديركتومون من دون ما الناس بصفي البلد كله بسقف. هاي نصيحة بس تروحوا عبلادكم دايما ساعدوا الناس، مش تقولوا ايه ما الجلادي، لا واحد عايز معلش مش تقعد كل السنة تعلمه ببلاش، لا اعطيه اعطيه جمعتين اعطيه ثلاث جمع، صدقني بيضل كل حياته يتذكر هالجمعتين يلي تعلمون. طيب هلأ في بعد سؤال بدك تسألني محمود؟ It's clear. لا it's very clear. أنا ده أكيد كنت نعم. حطه في دماغي، بس أنا كنا شيء كنا بنتكلم فيه نحنا يعني كتير. أنا شخصيا بشوف يعني ببص على معظم المغنيين والمغنيات العرب يعني الشرقي. من أكبر الأسامي الشرقي واللي هما من أكبر الأسامي يعني مش لازم الأسامي بس من أكبر الأسامي الناس اللي كلنا نحبهم نسمعهم. بشوف انا ببص عليهم في اذا كان في كليبات او اذا كان في كونسرتس او اي شيء، وبقول احنا مش اقل من الغرب او مش اقل من اي حته ثانيه. فبالتالي ليه بحس على طول ان يبقى في امفسس اكتر، وفي انا حتى شخصيا ده حتى حاجه لاحظتها في نفسي انا يعني في ميول اكتر لان الواحد يتفرج ويسمع الغربي يعني كشرقي يعني اي واحد شرقي ليه ميول اكتر ان هو يسمع الغربي، بس ما فيش ميول للغربي هو حد يسمع الشرقي. لانه بدي لك شغله، نحن ببلادنا كتير عنا نحن مثلا انتو ونحن وكلنا تري لانج، يعني هيدي مهمه كتير، بتظهر لبرا نوم يمكن يكون بس يحكوا لغتهم يمكن تاني لغه هيك، بس في كتير اكيد كتير متعلمين، بس انه لماجوريتي عم بحكي هذا كتير بيساعدنا ونحن بدنا نتقدم ما بدنا نرجع لورا كمان، هاي مهمة. امبارح طلبت منك تفضل لعندي، وهلا بدرية طلعي لهون تنجيب هيدا زري. هيدي خلصناها امبارح، رح يعنا هيدي هالصفحة هلا بليز. ايه هيدي بتعمليلي ملي معروف، بتعمليلي اول سطر وبتعمليلي رابع سطر او ثالث سطر اثنين ثلاثة إيه، بس عرفي كيف بدي تحطي وين الدياز. نصيحة مثلا احسبي هاي الفا هون مش هيك الدياز الكارو يعني هيدا بده يكون على الفا، مثلا اذا السول الكارو على السول. اوكي يلا خدي بنتي بكرامي ومحيلكم هون خلاص خلصنا هون خدي محلي يلا يلا ابني خلينا نرجع اليوم هذا بونس لك اليوم من الاسابيع اللي انا ما باخدهاش دي ايه اخذتهم. من بعدك مين قلنا من بعدك امبارح مين كان في رامي المفروض لا ما فرقت رامي ايه رامي وبدي رامي وبدريه انا وبدريه وبدي نصيف نصيف محمد علي لسه ما اخذش محمد وين ومحمد علي اربع مرات في الاسبوع انت لا لا اخر لا بمزح ما لا يلا تفضل محمد علي المفروض بس وينو محمد علي هلا تحت طيب اوكي يلا صحه رجعت رخيتها مي اه حطوا في الصف مي اه
مي اسمعني بليز مي مش يلا مي بتغير جوا سوري مش عارف عم بتغير تركها وين لفصل الميل فزلة مي رامي اتحدي رامي عايزتك رامي ما في اطيب منه بس بتجرجر بشكل صح اكثر واحد هن بيحكون يا مدام انا هن بيحكون عنجد انت مش موضوع ايبي بلا موضوع ايبي بس طيب. اوكي يلا طلعني بتمو شوي سكرة سوف فتح برافو اطلع معه ما بدك بس خليك هيك حب. وما بتقعد بترجع لبرا عايز بس تثبت مخي الاول مظبوط معك حق بسألكم سؤال هلا عن صوته